اهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين والمنتسبين معنا في قناتكم ام شانل اختصار المانجر تيبس نصائح اداريه بالعربي اليوم بمشيئه الله ونزولا عند رغبه اغلب المتابعين والمنتسبين في القناه باننا نعيد شرح نظام مكتب العمل السعودي قررنا انه نعيد الشرح بطريقه الدوره الدوره التعليميه وحتكون تحت مسمى او القائمه اللي حيكون فيها الفيديوهات حتكون تحت مسمى آه دوره مكتب العمل او الدوره الشامله لشرح نظام مكتب العمل، بامكانكم انكم تدخلوا على القائمه هذه وتتابعوا الفيديوهات اللي حتنزل اول باول. طيب مين اللي حيستفيد من الدوره هذه بالضبط؟ جميع فئات الاشخاص او جميع الفئات العامله في السوق السعودي حتستفيد من الدوره هذه سواء كان صاحب عمل او شخص ناوي انه يكون صاحب عمل ناوي يفتح بزنس ناوي يفتح مشروع مؤسسه فرديه ايا كان نوع عمله فبالتاكيد باذن الله حيقدر انه يستفيد من الدوره هذه بالاضافه الى كل العاملين بمختلف الجنسيات سواء كنت سعودي او غير سعودي باذن الله حتستفيد من الدوره هذه بالاضافه الى الاشخاص اللي ناويين انهم يجوا للسعوديه عشان يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا في سوق العمل السعودي لدى أي منشأة فبالتالي كمان حيقدروا إنهم يستفادوا ويتعرفوا على نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى الخريجين الجدد اللي بيبحثوا عن وظائف كمان يقدروا إنهم يستفيدوا من الدورة هذه. من الأخر كذا الدورة هذه حتعلمك ايش اللي لك وايش اللي عليك سواء كنت صاحب عمل أو موظف. فبالتالي اتمنى انكم تستغلوا وتغتنموا الفرصه وتبدأوا تتابعوا معنا الدوره هذه من البدايه. بالنسبه للتعليقات اللي حتيجي على الفيديوهات اتمنى من جميع الاخوه المتابعين والمنتسبين الالتزام بموضوع الفيديو يعني حاولوا انه اذا كان عندكم اي اسئله او استفسارات تكون حول الدرس او الموضوع اللي احنا قاعدين نتكلم فيه في الفيديو. يعني حاولوا انكم ما يعني اذا احنا مثلا بنتكلم عن في الفيديو هذا مثلا عن الماده من الماده الاولى الى الماده العاشره، حاولوا انه اسئلتكم تكون حول هذه المواد، لا تحاولوا انكم تستبقوا الاحداث ويجي واحد يسالني عن الماده 80 او الماده 81، باذن الله حنشرح نظام مكتب العمل من الاول الى الاخر بجميع تحديثاته حتى نهاية سنة 2023 جميع التحديثات التي طرأت على النظام حنذكرها وحنشرحها حبة حبة وحدة وحدة وبتفصيل مستفيض وحنضيف أمثلة عملية بإذن الله من أرض الواقع بحيث أنه الجميع يستفيد منها ما أنا حاب أطول عليكم أكثر من كذا يا أخوان في المقدمة وأتمنى أنه يكون في التفاعل المتوقع والمطلوب لهذه الدورة وخلونا الآن نبدأ بالشرح طيب نبدأ مع بعض شرحنا لنظام مكتب العمل عندنا أول شيء اللي هو الباب الأول التعريفات والأحكام العامة بعد كذا عندنا الفصل الأول التعريفات المادة الأولى يسمى هذا النظام نظام العمل هو النظام اللي احنا قاعدين نشرحه الآن نتكلم عنه يسمى نظام مكتب العمل المادة الثانية يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية إنما وردت في هذا النظام والمعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك هناك 19 تعريف في نظام العمل يا جماعة الخير التعريفات اللي موجوده في نظام العمل او المصطلحات الموجوده هي عباره عن 19 تعريف، لو تلاحظون انه انا كاتبها في جدول تمام ومقسمها الى خانتين، خانه تخص صاحب العمل وخانه تخص العامل، تمام؟ فخلونا نشوف ال 19 تعريف هذول ايش هم؟ اول شيء عندنا الوزاره، مصطلح الوزاره او تعريف الوزاره يهم الاثنين سواء كان صاحب عمل او العامل، يعرفوا الاثنين هم تابعين لاي وزاره او العلاقه العماليه اللي بينهم تابعه لاي وزاره. بعد كذا عندنا التعريف اللي بعده اللي هو الوزير. الوزير يخص صاحب العمل ولا يخص العامل، ايا كان الوزير بالنسبه للعامل ما يفرق معاه سين عين، في النهايه آه هو له ولد صالح ايا كان الوزير او اسم الوزير اللي ماسك وزاره العمل، ولكن صاحب العمل يفترض انه يكون عارف من هو الوزير الحالي اللي ماسك مكتب العمل او بالاصح اللي ماسك وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. بعد كذا عندنا التعريف اللي بعده هو مكتب العمل ويهم الطرفين صاحب العمل والعامل. بعد كذا عندنا آه العامل او بالاصح صاحب العمل تعريف صاحب العمل وبعدين تعريف العامل وتعريف الحدث وبعدين عندنا تعريف العمل والعمل الاصلي والعمل المؤقت والعمل العرضي بالاضافه الى العمل الموسمي والعمل لبعض الوقت لاحظوا يا جماعه الخير كم تعريف لي او كم نوع من انواع العمل وكم تعريف متواجد في نظام العمل بالنسبه للعمل بشكل عام لو نلاحظ هنا حنلاقي انه عندنا اول شيء تعريف العمل هذا واحد وبعدين عندنا العمل الاصلي هذا اثنين وعندنا العمل المؤقت ثلاثه والعمل العرضي هذا اربعه بالاضافه الى العمل الموسمي والعمل لبعض الوقت و بعد كذا عندنا الخدمة المستمرة اذا عندنا هنا حيكون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة تعريفات للعمل بعدين حيجينا الخدمة المستمرة بعدين عندنا الأجر الأساسي كمان لاحظوا كم تعريف للأجر عندنا أول شيء الأجر الأساسي هذا واحد والأجر الفعلي اثنين والأجر دائما ركزوا عليها يا أخوان بعد كذا عندنا المنشأة وتعريف الشهر وتعريف اللائحة خلينا ننتقل بعد كذا إلى شرح كل تعريف على حدة عندنا أول شيء الوزارة واللي هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد كذا عندنا الوزير تعريف الوزير وهو وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيا يكون زي ما قلنا الاسم بعد كذا مكتب العمل هو الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني لاحظوا كذا هنا النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا إنه إذا أنت شغال في جدة عملك في جدة فأنت تابع لمكتب عمل جدة شغال في الرياض فأنت تابع لمكتب عمل الرياض شغال في المدينة فأنت تابع لمكتب عمل المدينة شغال في تبوك تابع لمكتب عمل تبوك الدمام مكة أين كنت في النهاية كل مكتب عمل تمام مختص بالنطاق المكاني المتواجد فيه، أوكي؟ بعد كذا ننتقل إلى صاحب العمل، صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عامل أو أكثر مقابل أجر، دام إنه في عنده ناس بتشتغل لمصلحته سواء كان عامل واحد اثنين عشرة مليون أيا يكونوا وبياخذوا أجر على عملهم فهنا أصبح الشخص هذا هو صاحب عمل يطلق عليه صاحب عمل تمام عندنا بعد كذا العامل العامل هو كل شخص طبيعي ذكرًا أو أنثى يعمل لمصلحة صاحب العمل هذا وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر تمام تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ولو كان بعيدًا عن نظارته، يعني بعيد عن إدارته، مو تحت عينه، مو شايفه، يعني صاحب العمل في مدينة والعامل في مدينة أخرى أو العامل في مدينة وفي بلد وصاحب العمل في بلد أخرى، في النهاية هو هنا حيكون يعمل لدى صاحب عمل تمام؟ تحت إشرافه وتحت إدارته بمقابل أجر، مو شرط يكون متواجد معاه في نفس المكان ولو كان بعيدا عن نظارته، اوكي؟ طيب بعد كذا حنروح للحدث، الحدث ايش هو الحدث؟ هو الشخص الذي اتم 15 سنه يعني عمره 15 سنه ولم يبلغ 18 سنه يعني عمره 16 17، 15 16 17 هذا يطلق عليه حدث، تمام؟ بعد كذا عندنا العمل، تعريف العمل، ايش هو العمل؟ هو الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، أي نشاط إنساني تنفيذا لعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، تمام؟ بصرف النظر عن طبيعتها، طبيعة إيش؟ طبيعة الأعمال هذه أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية أو زراعية أو فنية أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية، أي نشاط إنساني أنت قاعد تقوم فيه لمصلحة شخص آخر أصبح اسمه عمل، وأنت صاح وأنت تعتبر عامل واللي انت قاعد تنفذ له المهام هذه هو صاحب عمل، تمام؟ اتوقع انه الامور الى الان واضحه وسلسه وبسيطه، ننتقل للتعريفات الاخرى عندنا تعريف العمل الاصلي، العمل الاصلي ينقسم الى قسمين او الى تعريفين، اول شيء العمل الاصلي بالنسبه للافراد وهو موضوع نشاطهم المعتاد، العمل المعتاد اللي بيقوموا فيه، تمام؟ او المهام المعتاده الموكله لهم. وبالنسبه للمنشآت هذا التعريف الثاني او القسم الثاني بالنسبه للمنشآت هي الاعمال التي انشئ انشئت المنشاه من اجل القيام بها يعني هي الاعمال اللي انا سويت عليها على اساسها المؤسسه حقتي او الشركه حقتي عشان اقوم بتقديم او القيام بالاعمال هذه والمنصوص عليها في عقد تاسيسها سواء كانت شركه اذا كانت شركه او في عقد الامتياز تمام إذا كانت من شركات الامتياز أو في السجل التجاري إذا كانت مثلا منشأة فردية أو مؤسسة فردية تمام إذا بالتالي الأمور واضحة حتى الأن لازم العمل الأصلي تعريفه بالنسبة للمنشأة هي النشاطات المذكورة في سجلها أو عقدها عقد التأسيس أو عقد الامتياز بعد كذا نجي للعمل المؤقت ولاحظوا أنه أنا كاتب التعريف حقه باللون الأحمر وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة انه اللي بيكون مميز باللون الاحمر او الجمل او الاشياء اللي بكون في شرحي مميزها باللون الاحمر هي لابد للعامل او الموظف تمام التركيز عليها لانها تهمه اكثر من اي شيء اخر لانه زي ما قلنا صاحب العمل يجب ان يعلم ويفهم وزي ما يدرك جميع بنود وقوانين مكتب العمل بعكس العامل، العامل ليس مجبر انه يعرف جميع قوانين العمل وبنوده، إذا حب انه هو يعرفها من باب المعرفة والثقافة أهلاً وسهلاً، ما حب فهو بامكانه يركز على تعريفات وبنود وقوانين معينة فقط هي هذه اللي تهمه في عمله، فعندنا العمل المؤقت هو العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته, ينته بذاته وينتهي بانتهائه تمام؟ ولا يتجاوز في الحالتين التسعين يوم أوكي؟ إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا إذا أنا عامل أو موظف شغال فكيف أعرف هل هذا العمل حقي يعتبر عمل مؤقت أو لا؟ أول شيء اشوف طبيعه انجازه هل طبيعه انجازه تلتزم مده محدده فقط لازم اكون ملزم بمده محدده انهي فيها الاعمال هذه او العمل اللي انا قاعد اقوم فيه هذا رقم واحد رقم اثنين انه في جميع الحالات لا يتجاوز التسعين يوم وفي نفس الوقت عملي او علاقه العمل اللي بيني وبين صاحب العمل تنتهي بانتهاء العمل هذا اذا هناك ثلاث شروط عشان اقول انه عملي ينتهى انه عملي هو من النوع العمل المؤقت ايش هو اول شيء عملي تمام يحتاج الى مده محدده محدد بمده زمنيه محدده اوكي اثنين ينتهي بانتهاء العمل العلاقه العماليه او عملي ينتهى ينتهي بانتهاء المهمه اللي انا قاعد اقوم فيها وخلاص وبح انتهينا اوكي الشرط الثالث انه ما يتجاوز ال90 يوم مده العمل ما تتجاوز ال يوم سواء كان عمل ينتهي بانتهائه او مده محدده في كل الاحوال ما يصير اكثر من لا يجوز انه يكون اكثر من 90 يوم والا بذلك لا يصبح هذا العمل عملا مؤقتا. بعد كذا نجي للعمل العرضي، العمل العرضي هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل. ركز على النقطه هذه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد اللي هو هنا السجل التجاري وعقد الامتياز تمام وعقد التاسيس ولا يستغرق تنفيذه اكثر من 90 يوم يعني انا كصاحب عمل او كعامل عشان اشوف هل هذا العمل هو عمل عرضي اعرف هل هو عمل عرضي او لا فاشوف الشروط هل تتحقق او لا لازم اول شيء انه العمل هذا ما يكون مسجل في عقد التاسيس تمام العمل اللي انا قاعد اقوم فيه او انا موكله للعامل اول شيء ما يكون مذكور في عقد التاسيس مو من نشاطاتي ولا هو موجود في السجل التجاري غير مذكور نهائيا عندي وانما هو حصل او طرا او اجبرت على عمله او على القيام فيه بسبب ظروف طارئه او امور معينه حصلت فانا مضطر اني اقوم بهذه الاعمال وفي نفس الوقت الاعمال هذه تنفيذها ما يزيد على التسعين يوم. لو تحققت الشرطين هذه، فهنا يعتبر العمل عمل عرضي. أوكي؟ بعد كذا نروح للعمل الموسمي. العمل الموسمي هو العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها. زي موسم رمضان، آه، عيد الفطر، آه، موسم الحج، آه، المواسم الصيفية. عندنا مواسم مثلاً المواسم ترفيه زي الآن عندنا في موسم الرياض، موسم جدة. الأمور هذه كلها. كل هذا يعتبر مواسم دورية. بتتم موجوده كل سنه اوكي وفي نفس الوقت متعارف عليها لو عملي فقط مقتصر على المواسم هذا فهنا اصبح اسمه عمل موسمي تمام طيب بعد طيب كذا عندنا اللي هو العمل لبعض الوقت ايش هو العمل لبعض الوقت؟ هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب العمل يعني اول شيء مو موظف رسمي صاحب العمل هو جاي يسوي اعمال معينه وحيمشي بس ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية يعني يوميا بيشتغل أقل من أربع ساعات إذا ساعات العمل اليومية المتعارف عليها هي ثمانية ساعات فنصها أربعة فهو شغال أقل من أربع ساعات يوميا المعتادة لدى المنشاة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا أو بعض أيام الأسبوع يعني سواء كان شغال يومين ثلاثة في الأسبوع أو بشكل يومي في النهاية متى أقول إنه أنا شغال لبعض الوقت أو العمل اللي أنا قاعد أقوم فيه يندرج تحت العمل لبعض الوقت إذا كنت ماني موظف رسمي عند صاحب المنشأة هذا رقم واحد، رقم اثنين العمل اللي أنا قاعد أقوم فيه يوميا أو بعض أيام الأسبوع لا يت لا يوصل لمدة أربع ساعات، أقل من أربع ساعات يوميا، هذول الشرطين لابد من تحققهم عشان أقول إنه أنا العمل اللي قاعد أقوم فيه هو عمل لبعض الوقت. بعد كذا عندنا الخدمه المستمره. خدمه العامل غير المنقطعه مع صاحب العمل، ايش هي الخدمه المستمره؟ هي خدمه العامل غير المنقطعه مع صاحب العمل نفسه او خلفه النظامي. يعني خلينا نقول انه صاحب العمل الحالي او خلفه النظامي او خلفه النظامي هو المالك القديم للمنشأه لو المنشأه اتباعت، فبالتالي انا خدمتي مستمره. سواء مع صاحب العمل الحالي او اذا المنشاه باعت فمالك العام مالك المنشاه القديم، اوكي؟ من تاريخ ابتداء الخدمه، خدمتي مستمره من تاريخ ابتداء الخدمه، في حال اذا المنشاه تباعت فانا خدمتي مستمره من تاريخ بدايه الخدمه مع الخلف النظامي اللي هو صاحب المنشاه القديم، وتعد الخدمه مستمره في الحالات الاتيه، في بعض الحالات قد تحدث لبعض الموظفين، فبالتالي لو حدثت أنا خدمتي تعتبر مستمرة ولا أحد يقدر يقول لي والله انه أنت هنا أصبح في عندك انقطاع في الخدمة، طيب إيش هي الحالات هذه؟ أول شيء الإجازات رقم واحد الإجازات والعطل المقررة نظاما سواء أعياد أو أيا يكن أو مواسم بالإضافة إلى الإجازات أيا كان نوعها سواء إجازات سنوية أو إجازات طارئة بدون راتب الأمور هذه إجازات دراسية أيا كان نوع الإجازات فهنا ما حدد قال لك الإجازات وسكت والعطل المقررة نظاما، هذه كلها لو حصلت فانت تعتبر خدمتك مستمرة وغير منقطعة، طيب ايش الحالات الثانية؟ الحالة الثانية هي فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام، وحنشوف شروط تمام الإجازة بسبب الامتحانات، تمام أو الانقطاع بسبب الامتحانات، لو أنت انقطعت عن عملك بسبب الامتحانات لأداء امتحانات أو اختبارات دراسية انت لا تعتبر منقطع عن العمل وخدمتك تبقى مستمره بشرط تحقيق ما هو منصوص عليه في النظام وحنشوفها ان شاء الله مستقبلا حنوصل لموضوع الامتحانات هذه ونشوف ايش شروطها اما الحاله الثالثه فهي حالات الغ... حالات غياب العامل عن عمله بدون اجر وهذه ركزوا عليها يا اخوان التي لا تزيد مدتها على 20 يوم متقطعه خلال سنه العمل حالات غياب العامل عن عمله، غاب عن العمل بدون اجر والتي تزيد مدتها على 20 يوم متقطعه خلال سنه العمل، ونفس الشيء هذا موجود في الماده 80 اللي حنتكلم عليها مستقبلا، فبالتالي خلوا بالكم من الموضوع ده، ممكن صاحب العمل يجي في اي لحظه يفاجئك يقول لك انت منقطع عن العمل تمام، ليش؟ والله لانك انت غايب عن العمل لاكثر من 20 يوم. سواء كانت متقطعه تمام يعني كل شهر يضرب لك يوم او يومين او ثلاثه بعد كذا نيجي للاجر الاساسي. الاجر الاساسي هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع الاجر او طريقه ادائه مضافا اليه العلاوات الدوريه. واضحه ما يحتاج فيها اي تفصيل. بعد كذا عندنا الاجر الفعلي، ركزوا معي هنا في الاجر الفعلي. الاجر الفعلي او الاجر الأ... او الاجر الفعلي هو عباره عن الاجر الاساسي شايفين الاجر الاساسي هذا مضافا اليه سائر الزيادات الاخرى التي تقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله او التي تقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد عمل او لائحه تنظيم العمل ومن ذلك واحد اول شيء العموله أو النسبة المئوية من المبيعات أو النسبة المئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه أو إنتاجه أو تحصيله أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه أتوقع الأمور واضحة إلى الآن اثنين البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله تمام كبدلات مثلا بدل نائي بدل طبيعة عمل بدل خطورة يعني يكون حسب كل منشأة ايش بتسمي البدلات حقتها بعد كده عندنا ثلاثة الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة او لمواجهة أعباء العائلة اربعة المنحة او المكافأة او ركزوا معايا في موضوع المنحة او المكافأة المنحة او المكافأة هي التي يعطى التي يعطيها هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء امانته او كفايته وما شابه ذلك، إذا كانت المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، خلوا بالكم من الموضوع ده، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً، تمام؟ بعض اصحاب العمل يجي مثلا يقعد آه خلينا نقول المنشاه صار لها آه خمس سنين ست سنين سبع سنين وهو سنويا بيعطي مع نهايه كل سنه بيعطي ما يسمى بالبونص او المكافاه فهذه هنا اصبحت عاده او العمال اصبحوا يعتبرونها عاده وليس تبرعا فبالتالي هنا حيصبح صاحب العمل مجبر على دفعها ما يقعد يقول والله يحمد ربكم ان انا كنت اعطيكم الان ما عاد اقدر، لا انت حتصير الان مجبر يا صاحب العمل فانتبه على الموضوع ذا، في نفس الوقت بالنسبه للعمال انتبهوا للنقطه هذه بشكل مهم جدا، بعد كذا عندنا خمسه الميزات العينيه هي التي يلتزم بها صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله بالنص عليها في عقد العمل او في لائحه تنظيم العمل. وتقدر بحد اقصى يعادل الاجر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه تمام ما لم تقدر في عقد العمل او لائحه او لائحه تنظيم العمل بما يزيد عن ذلك زي مثلا يجي يقول لك انا ما اعطيك بدل سكن انا حاعطيك سكن جاهز او ما اعطيك بدل مواصلات انا حاعطيك سياره طيب بعد كذا غير رايه وجاء قال لك والله لا خلاص آه جاء وطلعك من السكن قال لك لا خلاص انا ما عاد اعطيك سكن فهنا تمام لازم يعطيك ما يعادل اجر الاجر الاساسي لمده شهرين هنا اصبح دام انه هو سحب منك السكن فاصبح ملزم انه يعطيك بدل سكن بدل السكن هذا كم قيمته راتب اجر شهرين تمام لو سحب منك ساره كمان نفس الحكايه اي ميزه عينيه لو اعطت لك وبعد كذا اتسحبت فهنا لابد انه هو يدفع لك الاجر الاساسي لمده شهرين تعويضا عن الميزه اللي تم سحبها اوكي طيب بعد كذا نجي للاجر، الاجر هو الاجر الفعلي، خلاص هنا قفلنا باب النقاش. لا حد يجي يقول آه الاجر لا هو والله الراتب الاساسي بس لا، خلاص الاجر طالما ذكر كلمة الاجر اينما ذكرت كلمة الاجر فهو الاجر الفعلي اللي هو هذا سائر جميع كل شيء، بدلات، عمولات، أي حاجة قاعدة تدخل أو قاعد أنت كعامل تاخذها نهاية الشهر أو في أي وقت هي تعتبر من الاجر الفعلي فكل شيء يتحسب عليها سواء كانت مكافاه نهايه خدمه بدل إج... بدل الاجازات الامور كلها تتحسب على اساس الاجر الفعلي تمام واضح ننتقل بعد كذا للتعريفات اللي بعدها عندنا بعد كده تعريف المنشاه هي كل مشروع يديره شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او يشغل عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه واضحه الشهر 30 يوم ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد او لائحه تنظيم العمل هذه ركزوا عليها يا اخوان الشهر 30 يوم ما يجي 30 و28 و29 ويقعد يتقلب لي في الشهور خلال السنه والله يا شهر هذا 31 يوم والشهر اللي بعده 29 يوم او 28 يوم والشهر اللي بعده 30 الا لو كتب الشيء ده في عقد العمل ولكن لو لم يذكر فبالتالي لو الشهر ان شاء الله 15 يوم يعتبر 30 يوم ولو الشهر 60 يوم يعتبر 30 يوم تمام واضح ننتقل بعد كذا للائحه اللائحه هي اللائحه التنفيذيه لهذا النظام تمام يعني طريقه تنفيذ هذا النظام او اللائحه اللي تشرح تطبيق او توضح تطبيق هذا النظام وهي اللائحه اللي موجوده في قوى اللي جميع او غالبيه المنشات بيعتمدوها هذه هي اللائحه التنفيذيه اللا او المقصود بها او او المقصود في اللائحه هي اللائحه التنفيذيه لهذا النظام هي اللائحه اللي موجوده في منصه قوى اللي اغلب المنشات بتعتمدها تمام اتمنى الموضوع يكون واضح طيب عندنا بعض الملاحظات هنا اللي حاب أكلمكم عليها أول شيء صاحب العمل تبهوا للأمور هذه صاحب العمل غير مجبر تمام طبعا هذا الكلام غير موجود في مكتب العمل يعني هذا الكلام مو مكتوب في النظام أو بلا صح الكلام هذا اللي مكتوب ملاحظات كل الكلام هذا اللي مكتوب أمامكم الآن هذا غير مكتوب ضمن اللائحة أو ضمن النظام ولكن هذا مجرد ملاحظات أنا قاعد أعطيكم إياها تمام و توضيح وتفسير للكلام اللي احنا تكلمناه سابقا، أول شيء صاحب العمل غير مجبر على دفع أو تقديم بدلات نقدية أو ميزات عينية أو مكافأة أو زيادات أو منح ما لم تقرر في عقد عمل مكتوب أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة، وهذا الشيء من فين جبناه؟ من التعريفات، أوكي؟ إذا صاحب العمل غير مجبر، ليش؟ بعض الناس يجي يقول لك والله أه صاحب العمل مو يعطيني بدل سكن، طيب هو كاتب اصلا في في, في العقد انه والله هو مجبر يعطيك بدل سكن او يوفر لك بدل سكن او يوفر لك سكن يقول لي لا اقول له طيب هو مو مجبر كثيرين فاهمين الامور غلط انه لا انا صاحب العمل مجبر يعطيني بدل سكن ومجبر يعطيني بدل مواصلات وبدل اتصالات وبدل 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 لا مو مجبر نهائيا ما في اي شيء في النظام يقدر يجبره انه يعطيك اي شيء غير اجرك تمام وبعض اصحاب العمل ايش بيسوي؟ يقول لك يا عمي خلاص اعطي الموظف هذا 8000 10000 وهو يقسمها زي ما يبقى بدل سكن بدل مش عارف إيه انا اعطيك زي ما يقولوا كذا لوكشه واحده تمام؟ وهو عادي يقسمها براحته. حناخذ مثال على الكلام ذا يقول لك احدى المنشات قامت بتوظيف عامل لديها وتم الاتفاق في عقد العمل بان العامل يستحق راتب اساسي رات او راتب شهري ايا يكن الكلمه المكتوبه وقدره 8000 ريال فقط. ولم يتم الاتفاق على شيء على اي شيء اخر من بدلات او عمولات او مكافات او اي شيء. هذا التعاقد صحيح بنسبه 100% ويعتبر هذا الاجر هو الاجر الفعلي اللي احنا تكلمنا عليه سابقا اللي هو هذا اجرك الفعلي تمام؟ هذا هو الاجر الفعلي تمام؟ اللي هو شامل كل شيء، ليش؟ لانه ما تم الاتفاق على اي زيادات على اي بدلات او زيادات او منح او مكافات او حتى عمولات. فبالتالي التعاقد صحيح بنسبة 100% تمام وصاحب العمل غير ملزم بدفع أو تقديم أي شيء آخر للعامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في العقد تمام أو تم ذكره في لائحة تنظيم العمل مستقبلا إنه والله في لائحة تنظيم العمل بعد كذا جاء هو عدل فيها وحط فيها إنه موظفين المنشأة في مكافأة شهرية تصرف لهم لو قال الكلام ده في اللائحة وعممها على الموظفين اصبح هنا مجبر انه كل سنه يعطيك مكافاه حسب ما هو مقررها في اللائحه عنده تمام ولكن في نقاط مهمه كمان لازم تخلوا بالكم منها يا اخوان يمكن تقسيم الاجر الفعلي تمام اللي هي خلينا نقول في حالتنا هذه ال آلاف اللي موجوده هنا تمام يمكن تقسيم الاجر الفعلي الى راتب اساسي وبدلات اخرى بمسميات اخرى على حسب كل منشاه بدل سكن وبدل مواصلات وغيرها ولكن هذا غير إجباري على صاحب العمل تمام غير إجباري على صاحب العمل أو المنشأة زي ما قلنا ويتم حسب سياسة المنشأة يعني الموضوع خاضع لسياسة المنشأة أو حسب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل يعني ممكن يقول له أوكي 8000 بس لو سمحت تقسم لي هي خلينا نتفق على تقسيمتها من الآن أوكي تمام أو أنه خلاص في عقده تسجل 8000 كراتب وانتهينا طيب الملاحظة اللي بعدها أو النقطة اللي بعدها يجب الانتباه إلى أنه في حال تقسيم الأجر الفعلي اللي هي الثمانية آلاف في حالتنا هذه إلى راتب أساسي والله خلاص أنتم اتفقتوا أنكم تقسموها إلى راتب أساسي وبدلات أخرى تمام أيا كان نوع البدلات أو التقسيمة بالنسبة ال 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 المضافة إلى الراتب الأساسي فيجب على فيجب أن يتم تسجيل هذا التقسيم كما هو في التأمينات الاجتماعية تمام وفي عقد العمل المكتوب لتجنب اي اعتراضات او مشاكل بين العامل وصاحب العمل او المنشاه في المستقبل تمام ايش معنى الكلام هذا معنى الكلام هذا انه انا ما ينفع في عقدك أزي اجي اسجل لك راتب 8000 واروح في التامينات احط 4000 اساسي و2000 بدل سكن و2000 بدل مواصلات ما ينفع هذا الشيء مخالف حيعمل مشاكل دام انه انا حادخل على التامينات واقسم الراتب اجل نفس التقسيمه لازم تكون في العقد وفي نفس الوقت في العقد ما ينفع ان انا اقسم لك هي واجي في التامينات احطها كلها 8000 كراتب اساسي لا لازم طالما انا قسمتها في التامينات فانا لازم نفس التقسيمه بنفس المبالغ اكتبها في العقد واذا انا قسمتها في العقد فنفس المبالغ ونفس التقسيمه لازم اسجلها في التامينات انتبهوا للنقطه هذه يا اخوان تمام عشان بعد كذا حيكون في عندكم خاصه الموظفين حيكون عندهم اختلاف في نسبه الخصم من التامينات وخصوصا الموظفين السعوديين فالله يرضى عليكم ركزوا على الشيء ده عشان لا تتسببوا بمشاكل بينكم وبين صاحب العمل وتفقدوا وظائفكم بسبب النقطه هذه تمام بكذا يا اخوان نكون آه انتهينا من شرحنا لهذا اليوم اليوم تكلمنا عن التعريفات بشكل عام تكلمنا عن الماده الاولى والماده الثانيه وشرحنا التعريفات وعرفنا ايش هي وقدمنا امثله عليها باذن الله انتظرونا في الفيديو القادم عشان نكمل دورتنا الشاملة لشرح نظام العمل وكالعادة إذا استفدتوا وعجبتكم الحلقة لا تنسوا أنكم تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على أوسع نطاق علشان غيركم يستفيد وتشاركونا في الأجر يا أخوان والسلام عليكم